صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير وكل الشكر والحب ليكم مشتركيني المحبين مع قناتكم قناة الملك والأمير. لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة أرجوك الاشتراك. في ثورة عجيبة، قال محسن لزوجته: ماذا أفعل لتلك الملايين من الضفادع التي تزعجني؟ ضفادع كتير قوي تعمل لي قلق، وبركة المية اللي جنبنا بتفقدني هدوئي وسلامي. لقد امتلأت بملايين من الضفادع التي لا يحلو لها أن تصدر أصواتها الغبية إلا في الليل، والنوم طار من عينيا. قالت له: مين قال لك إنها ملايين من الضفادع؟ دي أصوات لا يمكن أن تصدر إلا من ملايين الضفادع. ده الزوج اللي بيقول كده. قالت له: ما تبالغش بالأمر، تعالى ونروح ونشوف ونبحث عن الضفادع دي ونتخلص منها. قال لها: ازاي نتخلص من الملايين دي؟ قالت له: نبيعها للمطعم اللي جنبنا، هو بيقدم وجبات شهية من اطراف الضفادع. وفعلا محسن راح لصاحب المطعم واتفق معاه على انه يجيب له اطراف ملايين من الضفادع في المساء. راح محسن مع زوجته ومعها كشافات نور، ما لقاش غير سوى بضع ضفادع وليس إلا، وربما يتعدوا على الصوابع الواحدة. قال محسن لزوجته: معقولة كل الأصوات دي نتيجا أو تصدر من ضفدعين فقط؟ قالت له مراته: أنا مش قلت لك تعالى نبحث الأمر الأول في هدوء؟ ده هم ضفدعين بيسببوا كل الإزعاج، وعشان كده حبيبي ما تخافش من أصوات الناس اللي بتذمك ولا تهتم بكلمات المدح. ده صوت ضفدعين يبدو كأنه صوت ملايين من الضفادع. حقيقي قصة جميلة، قصة رائعة، تأمل رائع، يعني حاجة فوق الخيال. طبعا في الثورة العجيبة دي يعني لازم نعرف ان نقول لربنا ان احنا عمرنا ما نخاف من اصوات الناس اللي بتذمنا، ولكن اقول له: هب لي يا رب الا ابالغ في امر ما، لا اخف ذم الاخرين ولا اطلب مديح الناس، انا عايز اسمع صوتك انت يا رب افضل من كل صوت. يا حقيقي قصص رائعة وجميلة، ضفادع تثير غضب المسيحيين وغير المسيحيين. ما يهمكش ذم ولا يهمك مديح الناس. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، منتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. اليوم فيديو وهو محاولة ذبح فتاة مسيحية بمغارة. ابن عمها يكشف التفاصيل ومصير المتهم. تعرضت فتاة قبطية تدعى منى وفد مرزوق 35 عاما لقرية شارونة مركز مغاغة لمحاولة ذبحها باستخدام تستخدم في قطع الحشائش، وذلك على يد شخص يدعى قاسم قالح محمد أو فالح، حيث تم نقل الفتاة للمستشفى الشيخ فضل وتلقت العلاج بسبعة غرز بالرقبة. ويتم الآن الاستماع لأقوالها بالنيابة بعد تحرير محضر برقم 16052 إداري مغاغة. قال مكاري سمير ابن عم الفتاة أن الفتاة كانت في طريقها صباحا لأرضها الزراعية للقيام بعملها لمساعدة أسرتها ووالدها المريض. كان قاسم محمد يسير خلفها وبدون مقدمات، حاول خنقها بأشرب ثم أخذ محش آلة تستخدمها الفتاة في الزراعة من يدها، وحاول ذبحها بأحد جوانب الرقبة. وللعناية الإلهية أن المحش لم يكن حادا فلم يصل للشرايين الرقبة. وأضاف ابن عمها مكاري أن الشاب أسرع بالهرب وتركها ملقاه على الأرض،
ولم يكن متواجد أحد، وعند خروج شقيقها وجدها وقاموا بنقلها للمستشفى حيث تم تلقي العلاج بسبعة غرز بالجرح بالرقبة، حيث تعيش الفتاة حالة من الرعب والفزع بعدما تعرضت له من تجربة قاسية من هذا الشخص المتطرف. وأشار ابن عمها أن قوات الأمن ألقت القبض على شقيق الجان وتبذل كل جهودها للقبض عليه بعد غروبه، مشيرا أن أسرته تحاول الترويج أن الشاب مريض نفسي وأحضرت أوراق غير معتمدة وهذا أمر غير مقبول، فالشاب هو جيرانهم ويعرفون أنه سليم ولكن يتعاطى بعض المواد المخدرة، وإذا كان مريض نفسي فلماذا يستهدف المسيحيين فقط؟ فهل يعقل في كل حادث ضد الأقباط يتم ترويج أنه مختل عقليا، وكان المختل عقليا لا يرى سوى المسيحيين، وتابع أنه يثق في الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق لتطبيق القانون على هذا الجاني الذي لم يسبق أي احتكاك به، وأن جريمته للفتاة مفاجئة وأثارت الرعب داخل القرية. وقال أحد أقباط القرية أن المتهم قاسم شاب معروف عنه التطرف وإليه عدة حوادث سرقة بالإكراه، وقبل الحادثة بيوم اعتدى على بيت رجل مسيحي رجاء وباسمه رجاء ناجز بنفس القرية وسرق منه فلوس وموبايل رافضا فكرة أنه مختل عقليا. أحبائي وأعزائي، نطلب من الله أن يجعل في مصر الأمان، أن يجعل بيننا المحبة لا الكراهية. ربنا يحفظنا، وده طبيعي منذ خليقة العالم عندما كره قايين أخوه هابيل، والله يعفينا من كل أمراض شريرة ومن كل حرب شريرة. حفظ الله مصر وكل شعبها، وحفظ رئيسها عبد الفتاح السيسي بصلوات هبضة البابا القداسة البابا تودروس الثاني، بركاته تكون معنا آمين. لا تنسوا اشتراككم في القناة، قناة الملكة والأمير.